للحديث حول هذا الموضوع لدينا هنا في الاستديو ضيفنا الدكتور محمد أحمد نايف الكامل، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز الإقليمي لمكافحة اللاشمانية وزميل الجمعية الدولية للأمراض الجلدية بأمريكا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا وصباح الخير يا يمن. بداية، لو تحدثنا عن مرض الذئبة الحمراء، هل شرحت لنا ما هو هذا المرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرض الذئبة الحمراء كما ذكرتم في المقدمة هو أحد الأمراض المناعية التي يحصل فيها خلل مناعي، فيبدأ الجسم بإنتاج أجسام مضادة. هذه الأجسام المضادة وظيفتها في الطبيعية هي مهاجمة الميكروبات الخارجية التي تغزو الجسم. ففي المرض أمراض المناعة الذاتية يحصل ارتباك في هذا الجهاز، فبدلا من أن يحارب يعني الأجسام الخارجية مثل الميكروبات زي البكتيريا والفيروسات، فقط يحارب نفسه، أي أن هذه الأجسام المضادة توجه لمحاربة وتدمير خلايا وأنسجة الشخص نفسه، وبالتالي تدمر هذه الأنسجة وتبطل وظيفتها، وتعتبر الذئبة الحمراء من أشد وأحد الأمراض المناعية. وفرصة نتكلم عن سبب التسمية وكيف بدأت وليش تسمى يعني الذئبة الحمراء. الذئبة الحمراء مصطلح لاتيني أساسا مكون من كلمتين أو من شقين، لوبس إريثماتوزس. لوبس باللاتينية معناتها الذئب، ولأنه شكل المريض لما تشوفيه أو لما يشوف الطبيب بيذكره بوجه الذئب، عبارة عن الذئب بيجي فيه بقع بيضاء كما شاهد في الصورة. فتلاقي في الذئب في بقع بيضاء على شكل فراشة. في مريض الذئبة الحمراء تكون هذه البقع في نفس طريقة التوزيع في الوجه ولكن حمراء. إريثماتوزس كلمة لاتينية تعني أحمر، يعني وجه الذئب الأحمر أو الذئب الأحمر، هذه سبب التسمية. وهي بترجع تقريبا إلى بداية القرن العشرين، 1920، يعني في بداية القرن العشرين. نعم. الذئبة الحمراء، أنت تشير أكلمك عن التسمية ولا؟ نعم، عن هذا المرض بشكل عام. الذئبة الحمراء أيضا موجودة تتوزع أكثر شيء في أمريكا، في زي ما ذكرتم في أفريقيا، في جنوب شرق آسيا، يعني هنالك أماكن معينة تنتشر فيها أكثر من أماكن أخرى. نعم، أكثر أماكن. هي موجودة في كل مكان لكن بتزداد في هذه الأماكن. ما السبب في ذلك؟ هل توجد هناك عوامل محفزة لهذا المرض؟ نعم. أكثر للتوزيع، قصدي اختلاف التوزيع الجغرافي، لها عوامل كثيرة بترجع إلى الجينات، المسألة الجيناتية الجينية، إلى البيئة مرتبطة أيضا بالشمس، إلى الريس، أعتقد لها علاقة أيضا بالريس أو الأعراق المعينة، فذوي البشرة السمراء هم أكثر عرضة. وهذا المرض يصيب أكثر شيء النساء بعد البلوغ، يعني في سن الإنجاب، يعني سن 15 سنة إلى 45، تكون المرأة أكثر إصابة، وتتراوح نسبة الإصابة ما يعني مقارنة بالرجل حوالي 10 إلى 1، يعني يصاب الرجل مقابل 10 نساء. وممكن يصيب برضه الأعمار الأقل، يعني ممكن يصيب أقل من 15 سنة ولكن بنسبة أقل من ذلك. نعم، يعني كلما كان العمر أكبر كلما كان نسبة إصابته بهذا المرض أكثر، نسبة تعرضه للإصابة بتكون أكثر. زي ما قلنا له ارتباط جيني، هو مش وراثي لكن مرتبط بالجينات، فالشخص القابل للإصابة هو اللي عنده وراثيا قابلية للإصابة بالمرض، ما ينتقلش مثلا من الآباء إلى الأبناء، لكن الشخص اللي من عائلة مصابة بهذا المرض يكون عرضة أكثر من غيره للإصابة بالمرض.
ما الفرق بين الجينات والوراثة؟ يعني أنت ذكرت أنه ما إذا كانت العائلة مصابة بهذا المرض لا ينتقل إلى الأبناء، بينما أنت الآن ذكرت مرة أخرى أنه قد يكون حامل لهذه الجينات لأن ربما العائلة كانت مصابة. نعم، فلو تفرقت لنا بين الموضوع. الوراثة بتكون جينات سائدة أو متنحية، فيكون بالضرورة انتقال المرض من الآباء إلى الأبناء. لكن في الوراثة اللي بنتكلم عليها هي وراثة القابلة للمرض، يعني أنه عشان يظهر المرض لازم تتوفر عوامل أخرى. والعوامل اللي لازم توفرها في المرض اللي بنتكلم عليه اليوم هي عوامل في الغالب بيئية، مثل التعرض للشمس، أو التعرض للشمس لفترات طويلة يخلي الشخص هذا اللي ورث القابلية للإصابة بالمرض إنه يصاب بالمرض بسهولة. استخدام أدوية معينة، الإصابة بفيروسات، هرمونات معينة أو استخدام هرمونات معينة، العامل النفسي والستريس والقلق والتوتر. يعني التفاعل بين هذا أيضا يدخل في له دور في نعم مرض الذئبة الحمراء. نعم، العامل النفسي يعتبر تريجر فاكتور، يعني عامل مساعد لظهور المرض في الناس اللي عندهم القابلية. فيكون المرض ناتج عن تفاعل للعوامل الوراثية زائد العوامل ايش البيئية اللي احنا ذكرناها. طيب لو تكلمنا عن مدى شيوع هذا المرض، ما مدى شيوعه؟ زي ما قلنا هو شائع في مناطق كثيرة في العالم، وموجود في كل مكان تقريبا. اكثر شيوعا في افريقيا وامريكا واسيا، موجود عندنا في اليمن بكثره، موجود في دول الخليج، وبنشوف حالات كثيره جدا من مختلف انواع المرض وعده انواع، فبنشوف باستمرار حالات، لكن لا يوجد احصاءات دقيقه لمدى انتشاره في اليمن. طيب الأسباب، لو تحدثنا عن الأسباب بشكل مفصل التي يمكن أن تصيب تحفز لإصابة هذا الشخص بمرض الذئبة الحمراء، أنت ذكرت أسباب وراثية أو جينية، هل توجد هناك أسباب غيرها؟ الأسباب التي تؤدي لظهور المرض في الأساس هي الأسباب المذكورة، الوراثة أو الجينات زائد العوامل البيئية. العوامل البيئية مهمة جدا جدا، المستمعين أو المشاهدين يركزوا عليها، لأنها فقط مش بتؤدي الإصابة بمرض الذئبة الحمراء، ولكن تؤدي الإصابة عدة أمراض أخرى. فالشمس، القلق، التوتر، أدوية معينة مثل أدوية الصرع، بعض أدوية القلب، بعض أدوية الضغط، بعض أدوية السل، التدخين أيضا، هرمون الأنوثة وحبوب منع الحمل، برضو في كلام أنها لها دور كبير في ظهور المرض. هذه هي الأسباب الرئيسية. طيب لو تحدثنا عن مدى عدوى هذا المرض، الشخص المصاب في هذا المرض هل يمكن أن يعدي الأشخاص الآخرين، أم أنه فقط كما ذكرت هذه الأسباب التي ممكن أن تصاب بالمرض من خلالها لا توجد عدوى؟ لا، الذئبة مرض غير معدي أبدا، غير معدي، وما ينتقلش أيضا من الآباء إلى الأبناء. إذا لا مشكلة عند مجازفة هذا الشخص أو حتى ملامسة البشرة فيها؟ لا، ما فيش أي قلق من هذه الناحية. طيب لو تحدثنا عن أنواعها، هل توجد لهذه الذئبة الحمراء أنواع؟ للذئبة الحمراء أربع أنواع رئيسية. النوع الأول اللي هو اللي بيسمى سيستميك لوبس إريثيماتوزس، يعني الذئبة الجهازية أو الذئبة العضوية، وهذا النوع من المرض. هذا ما هو هذا النوع؟ هذه الذئبة الجهازية أو اللي بتكلم عليها حاليا اللي هو سيستميك لوبس إريثيماتوزس، أحد أشهر أعراضها اللي هو وجود طفح جلدي أحمر على الوجه في شكل فراشة أو شكل وجه الذئب. هذه الذئبة، هذا النوع من الذئبة الحمراء ممكن يصيب أي عضو من أعضاء الجسم أو أكثر من عضو، أي جهاز أو أكثر من جهاز. وفي الغالب يهاجم الجلد، يهاجم أيضا
الكلى أو الجهاز البولي، الجهاز العصبي، القلب، الرئة، يمكن يهاجم أي الجهاز الدموي، خلايا الدم المختلفة، يعني ممكن يهاجم أي عضو من أعضاء الجسم، ونتكلم بعد كده على المضاعفات والأعراض. النوع الثاني اللي هو الذئبة الجلدية أو ديسكويد لوباس إيريسيماتوزس، هذا وهذه كمان هذا احنا صورة. شايفينها في الصورة طبعا. أي نعم، هذه بتكون على شكل دائرة قيلوحة أو أو على شكل قرص، بيكون في التهاب، نعم، واحمرار، وتكون بارزة شوية على الجلد، وبعد كده بتنتهي بتليف أو ما يسمى فايبروسيس أو ندبة مزمنة. وهذا النوع من الذئبة أكثر ما يظهر في الوجه، في الأنف، في الأذن، في ثروة الرأس، في الرقبة. هذا اللي هو النوع الثاني اللي هو الذئبة الجلدية. إذا أولا الذئبة المناعة الجهازية، أو الجهازية. اللي بتصيب أجهزة الجسم كلها. النوع الثاني الذئبة الجلدية أو اللي تصيب الجلد، أو الذئبة الجلدية المستديرة أو القرصية. النوع الثالث الذئبة الحمراء الناتجة عن استخدام أدوية، Drug Induced Lupus Erythematosus. هذا النوع غالبا ما يختفي ويروح بانتهاء أو التوقف عن استخدام هذا هو النوع، الدواء. نعم نعم، هذا مسبب للدواء. هذا سببه بعض أنواع الأدوية بالإضافة إلى القبيلة الوراثية زي ما اتفقنا. النوع الرابع اللي هو الذئبة الحمراء الوليدية اللي بتصيب المواليد، زي كما هذه اللي نشاهد احنا شايفينها هذه. في الصورة. نعم، هذه بتظهر في الطفل بمجرد ولادته، وبيكون واخذ الأجسام المضادة من أمه، يعني الأم المصابة في الغالب بتولد شخص، طفل يحمل الأجسام المضادة اللي تهاجم أعضاء الجهاز جسمه، المناعي. وأكثر شيء بتهاجم كريات الدم أو كريات الدم المختلفة والصفائح اللي عنده، وينتج عنها فقر دم أو أنيميا. بيكون أيضا عنده طفح جلدي في أماكن مختلفة من جسمه، وممكن تؤدي إلى مشاكل في القلب إذا هاجمت القلب، فبتؤدي إلى التوصيلات الكهربائية العصبية، وممكن تحصل انسداد في القلب، والمريض قد يحتاج إلى تدخل اللي هي التوصيلات الكهربائية ربما التي تتدخل في ضخ، التي تحرك القلب، اللي تؤدي هي إلى حركة في البطن القلب. التي تسمح له بالانقباض و أي نعم نعم الانتفاع. إذا فيكون هذا الطفل محتاج لجهاز صناعي. في الغالب هذا النوع أيضا يختفي من الطفل تدريجيا وبشكل كامل في حدود 6 أشهر عندما تنتهي هذه الأجسام المضادة من جسمه. إذا لا تحتاج لعلاج في الغالب ما تحتاجش لعلاج، وليست خطيرة ومش كالبقية. خطيرة. نعم، يعني يكون علاج للأعراض اللي ممكن تحصل للطفل فقط. طيب، بنلاحظ من خلال الصور اللي شفناها أغلب هذا المرض الذئبة وبأنواعها المختلفة تصيب الوجه بالذات، لماذا؟ ما عدا ربما اللي هي الدوائية اللي كانت كما ظهرت في الظهر ربما، لكن الأغلب كانت على الوجه، لماذا بالذات الوجه؟ لا، حتى الدوائية ممكن تصيب الوجه. جميع أنواع الذئبة، الذئبة الحمراء ممكن تصيب أي مكان في الجسم، اللي هي العضوية. أوكي، الجلدية خلاص بتصيب الجلد، معروف بتصيب الجلد فقط، لكن العضوية بتصيب أجزاء أو أجهزة كثيرة، من أشهرها الجلد، وبتكون من أوائل الأعراض اللي تظهر طفح جلدي، وخصوصا في الوجه، إضافة إلى أعراض أخرى يعني يحضر بها المريض أو تتميز مريض الذئبة الحمراء. مثلا الإعياء الشديد، الإرهاق الشديد. يعني مريض الذئبة الحمراء يكون في حالة إجهاد شديد جدا، ترتفع درجة حرارته، مش بشكل كبير لكن ترتفع، أحد الأعراض ارتفاع درجة الحرارة. يحصل عنده تغير في الوزن، إما زيادة في الوزن أو نقص في الوزن، نقص الوزن يرافقه فقدان الشهية. يحصل عنده طفح أو بثور في داخل الفم،
والأنف، وهذه البثور تكون في الغالب مش مؤلمة. يحصل عنده جفاف في العيون، يحصل عنده تساقط في الشعر. هذه البريزنتنج سيمتومز، يعني من اوائل الاعراض التي تجلب المريض. هذا يحصل عنده عفوا البثور التي تحصل في اللسان، ايش هي؟ البثور التي تحصل في اللسان احد الاعراض تختلف عن التشقق. احيانا في الالسنه تاتي لا تختلف عن متشققه. التشقق، هذه تكون عباره عن قرحه او حفره داخل الفم او الانف، في الانف ممكن تؤدي للنزيف. ايضا المرض يحصل عنده ما يسمى برينوس فينومينان او فينومينون، عباره عن تغير لون الاصبع الى اللون الابيض وبعد كده اللون الازرق. تمام، خلال فترات او ماذا؟ خلال فترات، كله خلال فترات، لانه الاونست تبع المرض او ظهور المرض بيكون يا اما صدم يعني مفاجئ، يا اما جراديوال او تدريجي. تدريجي، وفي الغالب تدريجي، وبيكون على مدى طويل جدا، يعني عده اسابيع الى عده شهور الى عده سنوات. هذه الاعراض، الاعراض بتكون كونفيوزنج، ملخبطه جدا، حتى بيسمون المرض يعني المربك الكبير، لانه صعب انك تشخصي بسهوله، صعب الطبيب يشخصه بسهوله. غالبا يتشخص ربما يتشابه مع مرض اخر، مع امراض كثيره اخرى، فهو كونفيوزنج اعراضه في كل اجهزه الجسم، فصعب صعب جدا الجزم بتشخيصه. وبعدين اعراضه زي ما قلنا بتبتدي بشكل تدريجي وتاخذ وقت طويل جدا، بتروح وتيجي، يعني الاعراض بتروح، يحصل فترات اكتيفيتي نشاط وشهور وسنوات، وبعد كده فترات ركود، وبعد كده يرجع ينشط. فهو مرض مزمن، مرض مزمن، يعني بيقعد سنوات طويله. مرض انفلاماتوري او مرض التهابي، يعني ينتج عنه التهاب. عفوا خليني اكمل لك الاعراض اللي احنا كنا فيها. اذا مرض التهابي مزمن، مرض التهابي مناعي مزمن. من ضمن الاعراض المشهوره للمرض زي ما اتفقنا، التحول لون الاصبع الى الابيض بعد كده الازرق بيكون مؤلم، وهذه بتسمى رينوتس فينومينون. بعد كده عندك الم، ضعف في النفس او ضيق في النفس، صعوبه في النفس مع الم في الصدر. بيكون من ضمن الاعراض التهاب في المفاصل والام في المفاصل وتيبس وتورم. بيكون اذا اصاب المرض الجهاز العصبي بيحضر المريض. كما هذه الصوره، ايوه نعم، هذه الصوره توضح توزيع الاعراض في جسم الانسان حسب حسب الجهاز المصاب. طبعا اذا اصاب المخ بعد كده بيحضر المريض بصداع، هذه اشهر شيء، صداع كونفيوجن، والمريض ما بيكونش قادر يركز. ممكن يحصل له ارتعاشات او تريجرز كونفرجنس، يعني ايش بتسموها، اللي تشنجات. تمام، في اذا اصاب الجهاز الدموي بيحصل المريض بيصاب بفقر دم شديد. ممكن يحصل نزيف من اماكن كثيره، سواء نزيف داخلي او نزيف خارجي. ممكن يجي المريض بأعراض التهاب الكلى إذا أصاب الجهاز البولي، مثلا تورم الساقين، انتفاخ الوجه. يعني طبعا الطفح الجلدي المشهور بأنواعه الكثيرة، الحساسية الزائدة لشان تصير المريض يعني أبسط فترة أو أقل وقت يتعرض فيه للشمس ممكن يحصل عنده حروق وهيجان شديد في الجلد. اعراض كثيره جدا، اعراض كثيره جدا، وتختلف من شخص لاخر. يعني ما فيش واحد زي الثاني، ما فيش مريض عنده الاعراض زي الثاني، كل شخص عنده اعراض تختلف عن الثاني. عشان كده يعني نجد صعوبه في التشخيص المبكر، لانك لما انت ما يروحش بالك عند الذئبة الحمراء إلا بعد ما تبدأ تظهر علامات كثيرة. وبعد كده بنتكلم عن طرق التشخيص وكيف الواحد يستطيع أن يجزم أنه هذا المرض
اللي هو ان هذا المرض هو مرض الذئبه الحمراء، وكيف يقدر يفرق بينه وبين بقيه امراض اللي هي الاوتوميون ديزيز او امراض المناعه الذاتيه. طيب كيف يمكن ان او تقول لنا ما هي طرق الوقايه من هذا المرض؟ طرق الوقايه من المرض، اول شيء تجنب اشعه الشمس. يعني المريض ما يكونش يخرج في الشمس الا وهو عامل حسابه باستخدام زي ما احنا شايفين في الصوره، باستخدام وسائل تحمينا الشمس، مثلا لبس قبعه، لبس ملابس طويله تغطي معظم الجسم، ما يخرجش الا للضروره، يستخدم كريمات واقيه للشمس، في كريمات زي ما احنا شايفين ايضا، وربما اوقات معينه للشمس تكون ضاره عن اوقات اخرى. هي اكثر وقت تكون الشمس ضاره فيه تقريبا من قبل الظهر، من حوالي الساعه 10 لغايه قبل العصر، والعصر الساعه 3 العصر، من 10 ل 3 هذا بتكون اخطر شيء، بتكون الاشعه البنفسجيه الفوق بنفسجيه ضاره جدا في هذا الوقت وكثيره. لكن طول اوقات النهار او كل اوقات النهار خطيره، فلازم المريض يستخدم واقيات شمس في اشكال كثيره حسب نوع البشرة، ويغطي بها جسمه بالذات الأماكن المعرضة للشمس زي الوجه واليدين، ويفضل أن يستخدمها قبل الخروج بنص ساعة، تبحث يمتص الجلد وتأخذ مفعولها، إذا غسلها لازم يجددها أو يحطها مرة ثانية، يفضل أنه يحطها كل 3 ساعات أو 4 ساعات. إذا هذا بالنسبة للوقاية، عشان يتجنب الشمس. ثاني شيء لازم يتابع الطبيب، لأنه بعد كده حنتكلم عن العلاج، فلازم العلاج مرض مزمن، العلاج بياخذ سنوات طويلة، لازم العلاج يقنن ويستخدم صح وتحت إشراف طبي، ويكون كل فترة وفترة يراجع المريض، يراجع الطبيب حتى في فترات الكمون أو الخمول للمرض. الحاجة الثالثة، لازم المريض يبتعد عن القلق والتوتر، الستريس والانكزايتي. الستريس يزيد النوبات حق المرض. يبتعد عن استخدام الأدوية اللي ممكن تضره، هذا بالتعاون على الطبيب مع الطبيب. يمارس رياضات معينة زي المشي، زي ركوب الدراجة، من أفضل الرياضات، ويلتزم بغذاء صحي متوازن. ما هي الأغذية يعني اللي هي أكثر غذاء ينصح بأكله لهؤلاء المصابين بهذا المرض؟ أكثر غذاء، الغذاء المتوازن بشكل عام، لكن بالنسبة لمرضى الذئبة يفضل أكثر من الكالسيوم أو الأغذية المحتوية على الكالسيوم، لأنه هذا المرض يهاجم الجهاز الهيكلي أو العضلات والمفاصل، ويؤدي إلى اوستيونيكروسيس او ما يسمى تحتك العظام او تهشم العظام، وخصوصا عظام الحوض، فيحتاج الى الكالسيوم وفيتامين دي، فيفضل انه يكثر من الكالسيوم وفيتامين دي. هذول المرضى بيكونوا ماشيين على ادويه لفترات طويله، ومنها الكورتيزون، او اشهر الكورتيزون، الكورتيزون يرفع نسبه السكر في الدم، ويرفع الضغط، ويرفع الوزن، زيد الوزن، فالمريض لازم يقلل من السكريات، يقلل من الملح، ويقلل من الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى زيادة وزنه. طبعا فيتامين دي والكالسيوم موجود في زي ما شفنا في الصور، في الأشياء، في الخضار الغامقة، في الحليب، في البيض، في الأسماك، في الكبد إلى آخره، في أشياء كثيرة جدا. من ضمن طرق الوقاية أيضا عدم استخدام أي أدوية إلا باستشارة طبيب. ما يجهدش نفسه. الحديث عن استشارة الطبيب، دعنا نتحدث سريعا عن الطب الشعبي. حدثنا عن هذا الطب، كيف له دور في معالجة هذا المرض؟ ما فيش زي إذا كان العلاج الطبي، رغم التقدم الطبي الكبير والأبحاث الكثيرة اللي اتعملت، ما فيش دواء قاطع لمرض الذئبة الحمراء. يعني ما فيش دواء ناجع 100%. كل اللي احنا بنعمله كنترول، تحكم، سيطرة،
سيطرة على المرض بحيث إن المرض، لكن نجد العديد من المنشورات أو البروشتات الصغيرة التي في حقيقة الشوارع، الطب الشعبي مثلا لمعالجة الذئبة الحمراء، الطب الشعبي لمعالجة عدد من الأمراض التي لم يعالجها الطب المعروف. فتؤكد لنا ما مدى صحة هذا الكلام، أو مدى أن توعي الناس، ما مدى أن يتجهوا لهذا الطب الشعبي؟ هل صحيح أنه يستطيع معالجة هذه الأمراض، أم ماذا عن هذه الإعلانات؟ هذه الإعلانات اللي بنشوفها في الشارع كلها كلام فاضي، هذه كلها كلام فاضي فقط للدعاية ولا بقصد ربحية فقط. لا ننصح باستخدام أي دواء شعبي إن وجد، وإذا كان المريض يشتي يحاول مش ممكن يعني ليش لا، بس يجرب لازم يتابع طبيب. الطبيب، طبيب الأمراض الجلدية وطبيب الروماتيزم، لازم يتابع طبيب الروماتيزم والمناعه زي طبيب امراض جلديه، لانه الطبيب في الغالب حيمشي على ادويه تحتوي على كورتيزون، فاذا راح لجأ للطب الشعبي هو بيوقف الدواء الطبي بشكل مفاجئ، وبيحصل عنده انتكاسه ومشاكل مضاعفات جانبيه كثيره جدا لتوقفه عن استخدام هذا العلاج بشكل مفاجئ، لانه التوقف لازم يجي بشكل تدريجي. فالطب الشعبي اوكي ممكن يقدم حلول جزئيه، لكن لازم يكون باشراف طبيب الروماتيزم والمناعه وطبيب الامراض الجلديه، ما يعني ما يلجاش بشكل كامل للاشياء الشعبيه، لانه ما فيش علاج قاطع للمرض لا شعبي ولا طبي. إذا الدكتور محمد أحمد نايف الكامل، شكرا لك لمرافقتنا في هذه الفقرة تحدثنا فيها عن الذئبة الحمراء، شكرا لك.